رسالة رقم 31 من الأخ العزيز علي محمد: ما هي الأسباب التي أخرت ظهور إمام زماننا عجل الله فرجه، وهل لعلماء الشيعة مدخلية في هذا التأخير؟ الأسباب الحقيقية نحن لا نعرفها، يعني لا أستطيع أن أتكلم بضرس قاطع وأقول أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخير ظهور إمام زماننا هي كذا كذا كذا، لا أستطيع، ولا أستطيع أحد أيضا. هذا من جملة أسرار الغيبة، ومن جملة أسرار المشروع المهدوي، لا يستطيع أحد أن يفصح عن أسباب تأخير ظهور الإمام بشكل قطعي، لكن يمكن أن نستنتج بعضا من المعاني، بعضا من المطالب، من خلال كل المعطيات، من خلال كل الروايات، كل الأحاديث، كل التفاصيل، يمكن أن نستنتج بعضا من هذه الأسباب. من جملة هذه الأسباب هو عدم نضج الساحة الإنسانية. الساحة الإنسانية ليست ناضجة، وحين أتحدث عن النضج لا بمعنى النضج بمعنى الكمال، وإنما أتحدث عن النضج يعني أن الظروف الموائمة، الظروف الموائمة والمناسبة لعصر الظهور لانطلاق حركة الإمام غير متوفرة الآن على المستوى الإنساني العالمي. أنا لا أقطع بهذا، أقول هذه استنتاجات، يعني الساحة الإنسانية ليست مهيئة، وحين أقول ليست مهيئة لا أتحدث عن التهيئة بعنوان التكامل، وإنما الظروف ليست مناسبة للنهوض بغض النظر هل هناك تكامل أو هناك نقص. من الأسباب أيضا الواقع الشيعي، الواقع الشيعي هو الآخر ليس مهيئا. حركة الإمام تبدأ أساسا من داخل الوسط الشيعي، الواقع الشيعي ليس مهيئا، وهذا الأمر ليس للعلماء فقط في مدخلية، لجميع الشيعة، الشيعة كلهم. قد يكون للعلماء مدخلية في ذلك، نعم، باعتبار أن مسؤولية العالم أكثر من مسؤولية غيره، كما يقول سيد الأنبياء: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. يمكن أن تكون أيضا أسباب أخرى يمكن أن يشار إليها من خلال استنتاجها واستخراجها من المعطيات المتوفرة بين أيدينا. تحياتي للأخ العزيز علي محمد.